الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك والذي نخرج فيه هذه المجموعة الطيبة من شبابنا الذين حضروا هذه الدورة المباركة. وإن كانت هذه الدورة يعني مختصرة لأن شهرا واحدا ربما لا يكفي يعني لما نريد من يسمع ويتحفظ كتاب الله كذا، لكن بفضل الله يعني بعون الله ثم اجتهاد طلبة حصل يعني حصل له حفظ مميز في شيء من كتاب الله. وقبل بدء تدريب الطلاب نذكر بفضل هذا الكتاب العظيم الذي انزله الله عز وجل على هذه الامه وحفظه لنفسه، تولى واعترف بحفظه لنفسه سبحانه وتعالى بقوله انا لن ننزل الذكر وانا له لحافظون. واما الامم قبلنا فانه امرهم بحفظه ولكنهم ما حفظوه. انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله، يعني انه طلب اليهم ان يحفظوه ووسدت اليهم مهمه حفظه لكنهم ما حفظوه. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فضيعوه وبدلوه وغيروا وبدلوا وحرروا وخالفوا. اما هذه الامه فانه وان كانت هي احفظ لكتابها بحيث لا تجد في اليهود من يحفظ التوراه ولا تجد في النصارى من يحفظ الانجيل، لا تجد الا اللهم انه يعني يقرا منه من نفس الكتاب. اما القران فانك تجد الحفظ بالملايين، واعرف حفظ حفظ كتاب الله عز وجل كاملا. الذين يحفظون الكتاب يحفظون كل ما بين الضفتين من الفاتحه الى الناس. ولو انك ذهبت الى سوق من اسواق المسلمين ولا اقول الى مسجد وقرات سوره الفاتحه واخطات فيها وجدت كل من في السوق يردونه، لا تكاد تجد مسلما قط الا ويحفظ شيئا من كتاب الله او كثيرا من كتاب الله او اكثر كتاب الله او انه يحفظه كله تماما. وحفظ كتاب الله على وجه التمام كفر بفضل الله عز وجل. ما ذلك الا لانه قد يسر على الناس. قال الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. قال يسر وهؤلاء الشباب اذ يحفظون من كتاب الله ما يحفظون، اولا هؤلاء من اسباب حفظ كتاب الله، الله عز وجل جعل من اسباب حفظه ان يحفظه الناس في قلوبهم، ان يستغفروه في قلوبهم. ومن اسباب حفظه انه جعل اناسا ينظرون لحفظ العلوم التي تتعلق بها. القران ليس مجرد الحروف والاصوات، ليس مجرد القراءه من غير فهم. فجاء علم اهل العلم ليحفظ به القران، فحفظت الفاظه واوائله واواخره والاعراب وبلاغته بعلوم. فانبرأ الناس لعلم الاعراب النحو، وانبرأ اخرون لعلم البلاغه والمعاني،
وأما معاني القرآن فإنه صنف إلى أصناف كثيرة. فعلوم التفسير ما هو علم واحد، علوم التفسير، علوم القرآن متعددة. علوم القرآن منها ما يتعلق بمعانيه، ومنها ما يتعلق بأصوله وفقهه، ومنها ما كتب أحكام القرآن، بيان القرآن، مقدم القرآن ومؤخره، ناسخه ومنسوخه، خاصه وعامه، مقره ومغيره، كثير من العلوم، ومن هذا ما كتب فيه كتب خاصه. لذلك قال اهل العلم وان القران هو هذا المصحف الذي ترونه بحجم كف احيانا لو وضع الى جنب ما كتب من اجله، الكتب التي كتبت من اجل القران تفسره وتغيره وتضبط حروفه وتشكيله ونقطه، الكتب التي كتبت تخدم القران لو وضعت الى جنب القران لرايت مصحفا الى جنبه جبل اشم أو جبال من الكتب. كم كتاب كتب من أجل أن يخدم به القرآن؟ والكتاب الواحد ينسخ منه عشرات آلاف النسخ توزع على العالم. المصحف وزع منه أعداد هائلة لا يأتي عليها نصر، لا يعلمها أحد، لا يعلمها أحد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهذا هذه العناية ما حصلت لأي كتاب نزل قبل ولا تحصل الكتاب المحرم. وهذه الآية الدالة على في كتاب المحرم. وهذا الأمر ليس غيبا عن الناس، حتى أهل الكتاب يعرفون هذا معرفة محققة. قال الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأهل الكتاب يعرفون ويعلمون ويكتمون، ومنهم من آمن به صدقه وجرى الدمع في عينيه وسلم العبرات وآمن بما أنزل به، فآمن محمد صلى الله عليه وسلم وتبعه وكان له أجران، أجر ما كان عليه من دين الكتاب وأجر اهتدائه بين محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وغفلانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدماء. فإيمانا اتباعا لهذا الكتاب، لذلك يجد أكثر من آمن بالإسلام الآن كتابه النصارى. لماذا؟ لأن فيهم هذا النوع من المؤسسين والرهبان الصادقين، الصادقون منهم آمنوا وأسلموا. لماذا؟ حقق لديهم في كتبهم أن هذا القرآن هو الحق الذي جاء من خلاف اليهود الذين لو آمن منهم عشرة لآمن منهم عشرة، ما آمن حتى بزمن بل وزمن حتى عشرة من اليهود. فهذا الكتاب كتاب عظيم. هذا الكتاب احتملناه نحن معشر البشر وسرنا به وعملنا به على نوع تقصير سبب التقصير البشري، لكن لو انزل هذا الكتاب على جماد لم يحتمل. لو انزلنا هذا القران على جبل، الجبل كم هو قاسي وقوي وكبير، قال فلان جبل جبل، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا يعني أنت الآن تحمل شيئاً ليس سهلاً، أنت الآن تحمل أمانة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله عز وجل رحمة للعالمين، أنزل عليه هذا الكتاب وأمره أن يبلغه، وأمره بلغ ما أوحي إليك من ربك، ما أذن له أن يكتب شيئاً، وما أذن حتى للذين قبله أن يكتبوا شيئاً. ولذلك الله عز وجل نهى عليهم انهم عندما امرهم ان يبلغوا هذا الكتاب كتموه واخفوه وجعلوه وراءهم ظهريا، وهذا دليل على ان كل
كل واحد منكم الآن يحمل من كتاب الله عليه يتعلم عليه، وهو رائد القوم ورسول الجماعة ينطلق به إلى غيره. فأنت تحمل كنزا عظيما، ومع ذلك تحمل مسؤولية كبيرة ومهمة. تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لنا؟ صلوا وانتهت القضية، كل واحد صلي وهذه هي القضية المطلوبة منه. يعني كل واحد منكم الآن يصلي بفضل الله، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد كل واحد منا يصلي وانتهت القضية؟ أم كل واحد منا معه مهمة يقوم بها ويؤديها تجاه بقية البشر؟ فالعالم والآل الأمة مهمته داخل الأمة قريبة من مهمة النبي منها. لذلك العلماء ورثة الأنبياء، وكل هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم كالنبي بالنسبة لبقية الأمم. لذلك كنتم خير أمة، كل الأمة ليس فقط علماء، العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، لكن هذه الأمة كلها كنتم خير أمة. لماذا؟ أخرجت المؤمنين والأخرج الناس بالنس. ماذا تفعل؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو أن أهل الكتاب الذين تولوا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهذه الآية من فضل الله كثير منكم من فضل الله. وحتى لا نطيل الحصار والكلام عن كتاب الله، حديث نشجون ولا ينبغي أن نعيد من كلام عن كتاب الله عز وجل. وننتقل إلى نوع يعني من إخواننا الذين حفظوا شيئا من كتاب الله عز وجل، ونبتدئ بأولهم. ماهر إبراهيم، ماهر زينة، تفضل. جاهز تفضل. سيف الحدود. سيف.
غالب محمد
أنا محمد سامي الدافع. أنا محمد موجود. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.